الفيديو ما بقيتش باغا نصورك شي وسيلي بحالاتك من الاحسن نوضي سيري لدار والله سيري بحالاتك. السلام عليكم زعما مرحبا بكم على فيديو جديد. المهم اليوم غادي نديروا واحد البرانك لفاتي. اش غادي نقولوا لها؟ نقولوا لها باللي اسمح لنايا ما سقطت لينا هاد الفكره اللي كنا باغيين نديرها. دابا حنا باغيين نقولوا لها باغيين نديروا واحد الفيديو تشالنج ما صدقش لينا هاد الشيء بسببك حيت انت تعطلتي وداك الشيء وداك الشيء. حنا دابا من الصباح حنا كنمرضوا فيها بدينا مع هذا بدينا النص ديال البراند بصح حنا كنبنص الاخر نكملوا قدامكم في الكاميرا باش ما تعرفوش نشوفوا ردك الفعل ديالها. المهم هذا مقلب استفزاز خصنا نستفزوا ونشوفوا اش غادي دير. المهم فاتي راه واحد الانسانه كالم ما كتعصبش دغيا ولكن حنا غنديو جهدنا كامل باش نعصبوها. خليكم معنا ماما يمشي تجيب الماء مشي تجيب الماء بارد سلمى غتجي. بارد بارد عويده بارد والله بارد ما تعصبش والله صافي استاذ وانت ما عصبتوني يلا خشيت راه ما باش نبداو الفيديو. يلا واحد جوج ثلاثه تقاد فاتي قاد ظهرك شويه زدي شويه قدام حيت انت كتبان يلا ثقيله صاحبتي زدي شويه لقدام ويلي سلام فاتي زيدي شويه لقدام وبداي راه زيد لقدام فغلي زيد مازال زيدي خرجي ظهرك انا ماشي ساقي خصك تبان ليا مقاده في الكاميرا كنبان شنو زيدي لقدام صاحبتي انا جالسه بحالي بحال سلام صاحبتي تعطلنا بزاف ودابا فات الوقت ومن الصبح وانت كتقادو الماكياج درت لينا حاله والله. السلام عليكم زهمية مرحبا بكم فيديو جديد معنا كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اش كي كدير؟ اش كديري بحال هكا؟ دابا كنت بديك تخنزل شنو كتجري لنا على فهم علاش كديري بحال هكا؟ واش غادي تقتلوني اليوم؟ علاش كديري بحال هكا فاتي؟ وتقادي صاحبتي خلينا نصور علاش كديري لنا بحال هكا؟ تعصبت والله وسخفت غنموت بشي بحالي سخفت واش كديري هادشي بالعين عارفه انا صاحبتي كنصور الصهد والشمس غير في الشي؟ الصهد شحال راه فيا الصهد؟ يا ربي تصبرني يا ربي. السلام لي زعمي مرحبا بكم معنا دابا علاش كتخنزلي دابا؟ واش غادي تدير ليا هكا واش غادي تدو غدير هكا سمايل مش غدير ليا هكا قبل الضحك قالت لك ما كنديرش رقية اختي انت كتشوفيها من تما كي كتبان لك مخنزه صاحبتي تقادي يا قبل لك الضحك كتقولي ما كدير بحال هكا اختي خلي وجهك كالم باني غير عاديه ما ديرنا ديك التفرنيسه ما عندي لا راه كتباني مخنزه انا تعصبت على البنات والله من الصباح فاش كنت كدير لك الحال قسم بالله البنات والله غادي نمشي بحالاتي انا اللي غنمشي بحالاتها بقي انت يا والله حيت من قبيله انا من قبيله نتوما كتمرضوا فيا دابا جيتي ما كديري بحال هكا ما كديريش كيفاش بغيتي وجهي يكون لا صاحبي شمني بغيتي صافي بانهم بجوج وخليني نمشي بحالاتي لا ما كتبانوش حنا عارفين انك بانهم ثلاثه ما كنبانوش بجوج ايوا صافي كنبان كتضحكيني ولا انت كتضحكي فاتي شوفي شوفي فاتي دابا انا باغا انت عارفه الضو غادي يمشي وكاين الصاف الضو غادي يمشي من قبيله وانا اصلا كنقول لكم يلاه يلاه صافي دابا غادي نبداو قربوا قربوا شويه باش نديروا لها نطلعوا حنا قراب. السلام يا زعمي مرحبا بكم معنا فيديو جديد اليوم غادي نديروا المهم هيا رقية دابا غادي تسولنا اول سؤال. سولي لنا رقية واش فايت لك تضربتي مع شي استاذ؟ واش فايت لك تضربتي مع شي استاذ؟ انا عمرني تضربت مع شي استاذ. انت فاتي فايت لك تضربتي مع واحد الاستاذ ديال العربيه ما كنتيش كتحترمي الاساتذه انت كنتي قليله الاداب. اه والله عرفتي واحد الاستاذ شويه تنقع عليه الضربه اه كنتي قريت الادب بزاف صاحبتي باقا شاد لهم التفراس الله يهلا باقا قريت الادب خشي كتباني البارا شو كيفاش كتباني ناري زعما اللي ما عرفتش بحالي انا عمر ضربت مع شي واحد سؤال رقيه بحالي انا عمر زدت وعاودي الناس على داك الاستاذ شنو درتي ما بقيتش باغا نعاود انا على الاستاذ ما كنت درنا هاد الحاجه بحنا كنصور وقولي لهم شنو درتي الاستاذ قولي قولي واش ما بغاش تصوري الفيديو اختي صافي سيري بحالك صافي جايه مفاجاه بدرها عصبتي انا فاتي قولي شنو بغا ديري في الفيديو ما نطفش ماشي واحد انا هادي باينه فما بغاش تصور هاد الفيديو صافي بلاش حنا ما غنديرو والو كاع صافي بلاش نمشي بحالاتنا لا ما بغيتيش بحالاتك ما يمكنش تمشي بحالاتك علاش غتخبي بيا دابا شنو هادي هادي واش تيبقى الصباح انتي تقادي ديري مالكي عجيتي معطلة علاش هادي انتي تا تقادي على خاطرك وبنادم ما يتقادش على خاطرو اصلا انا 10 دقايق ما كاملاش
تي شوفي دابا غتصور ولا ما غتصورش؟ خشي ما كاينش غتصوري صافي نحبسوا هادشي. قولي لي انا ما بغيتش نصور معاك بلا ما تحشمي بلا والو بلا ما تقدر لنا هاد العرقله حيت ما مولفش كديري بحال هكا من الصباح وانت صاحبتي معكسه في كلشي. دابا واش منين كتهضري بحال هكا؟ كنهضر مني تي حيت من الصباح وانت ما باغا ديري حتى شي حاجه. قبيله على فاصون ديالك كتهضري معايا بحال هكا ما فهمتكش انا. انا ماني كنهضر معاك عادي انت اللي عصبتيني. وانت دابا كتغوتي غير بحال واه حيت عصبتيني بغيتي نبقى نهضر معاك عادي وانا معصبه من الصباح ونصابر عليك. ليش صابره؟ صابره اختي من الصباح سولي سال ماش كدير واش انا كنظلمها؟ طلبتيهاش ما كنضحكش على بلاصه ما كنضحك اختي كعصبتينا ماشي انا كنت قطر بهادشي اللي درتينا انت اليوم سخفتينا. شنو قلتي ساعه في المكياج ساعه وانت كديري المكياج اختي دابا اختي باقا ما ساليتيش كتقادي في شعرك كتقادي في اختي ما كنصوروش انا مولف في الكاميرا ما تشوفيش هكاك دايره فهاد الحال علمناك صاحبتي تقول لها ماما علمناك هادشي ديما كدرنا هاد الحاله والله فاتي عيقتي اليوم بزاف واش ما حسيتيش براسك؟ انا ولدي ضربي بي حسيت انا شي حاجه درتي انا ولدي ضربي انا ولدي ضربي واش كتخنزري فيها علاش دارت لك هادي؟ وانت خاصك تعتب راسك اختي صوري انت وياها انا غادي نمشي بحال شي بغيت انا نمشي عليكم بغيت اختك صوري انت وياها ما عجبكش انت عارفه انا هاد الفيديو ما كنتش تصوروا فيه جوج كتصوروا فيه ثلاثه وين بصحتي كتقولي غنبقى غادي نقلب انت اصلا من الصباح وانت باغا تمشي بحال هكا علاش كتقلبي ما باغاش تصوري هاد الفيديو؟ شكون اصلا اللي كيقول لك من السيمانه هادي حنا كنقول لك يلاه نصور كل مره كنقولها لك لا ولكن علاش جيتي اليوم درتي هاد الحاله بغيت نعرف وين حاله انا بغيت شنو هاد الحاله اللي درت صاحبتي مسوحه انت معطله انا صافي انا مابقاش عندي الخاطر باش نصور ما غاديش نصور ما بقاش عندي الخاطر انا باش نصور هاد الفيديو صافي بلاش بلاش اصلا دابا انا مابقيتش باغا نصور حيت ما كتمرضو بنادم بحال هكا ما بقاش نصور شي حاجه كنت واحد الكاميرا وخرجت من الكاس بواحد تقابلت معاها دابا واش غادي تصوري غادي نمشي بحالي قولي السؤال الثاني سؤال رقي السؤال الثاني واش فات لك درتي شي زبله وباقي عاقل عليها مزيان فات لكم درتي شي زبله فتي انا اصلا ما بقاش عندي الخاطر باش نصور هادشي كنسمع بحال ما كتسمعوش كيفاش ايوا ما تصوريش ما عندكش خاطر ما تصوريش ماشي انت ما عندكش خاطر جيتي تفرقعي عليا انا ما تفرقعتش عليك انت اختي كديري علاش تفرقع عليك بنادم دابا بغيت نعرف شكون اصلا اللي تعطل الاول انت اختي اللي تعطلتي واش انا بقى صابره عليك كتطلبيني على شي حاجه كنجي نديرها معاك ما كنديرش لك هاد الحاله شوفي انت على قبل الفيديو فيه 5 دقائق ما قدرتيش تجلسي وتقادي دابا فيديو فيه 5 دقائق انت كتعصبي فينا بس تضحكي وندوزو داكشي بالضحك ونضحكو ونلوحو فيديو حنا فرحانين لا 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 شي كفاتي ما بسلتش بزاف ما مولاش كديري هادشي منين كتسمع عاش قلبك ما جي بحرتك لنا اختي شي واحد سولتها رقية اش بان لك فاتي شنو دارت اليوم لا لا حنا سيمانه وكنقول لك نهار السبت غادي نصوروا جيتي معطله وجايه اصلا سمحي لي كيجي كدوي شنو هي عيقت والله انا ما فهمتكش اصلا علاش كتهضري معايا بحال هكا اختي انا تعصبت هاد النهار قسما بالله انا خارج وتعصبتي انتما بجوجكم معصبات ما تجيش تعصبي عليا انا اللي عصبتي انا شنو درتي هاد الشيء انا نبغي نستوعبها هضر لك شنو قلت لك الحراره صاحبتي انت والحراره ديري اختي شي كلمه ما تقدريش تجي تقولي لي انايا الحراره عصبتيني نمشي بحالاتي انا غادي نمشي بحالاتي دابا انا اصلا ما بقيتش غادي نصور حتى شي حاجه نمشي بحالاتي صافي حبس هاد الفيديو خدرا نمشي بحالاتي عيط لماما انا نمشي عيط لماما كسيري ديري اللي بغيتي صافي عيطي لا سيري اصلا ديميسيوني معانا وسالينا اخر مره بقيت صوري معايا شي بنت لا اختي على العمر هذا الشيء درتي لي راه مبقى لك صوري معايا شي بنت صافي هيك انا راقي عندي بروبلاص شتك بحال كتقولي اخر مره انا ما محتاجاش لك اصلا ما تصوريش معايا فيديو غنديرو راسي كنت ضحكي منين شتك خاطر تمشي من تمشي بعدا كدير لنا العصاب ديما كدير لنا ماشي اول مره هادي ديما مكياج فاتي بعدا نسيت قلت لك انا غادي ندير غوج على ديما انت وماسكارا دخلت شنو درتي هذاك البودر والفون دو تان وذاكر وقلوش انا مفهمتكمش انا بعدا ما تيقاش بلي نتوما كتهضروا معايا بحال هكا انا كنهضروا معاك هكا حنا كنهضروا معاك هكا حيت من الصباح سيمانه وانا كنقول لك اختي نهار السبت غادي نصوروا فيديو شي غادي نصور انا خليت شي حاجه على الفيديو ديالي تعصب عليا شوفي غير كيفاش كتهضري معايا هذه الطريقه تهضري معايا بها شوفي دابا رقي بوك عيط ليها واش عطلنا انت باخد انا اصلا الوقت كامل ضيعتي لنا غير صافي اختي حتى دابا غادي نوضو ونمشي دابا حنا انت وحنا غادي نصورو فيديو غنصورو فيديو غنصورو فيديو تجي تقول انت الخم ولا انت الزبل لا خليها تهضر نسمعها شنو
صافي انا سالت الهضره اصلا قلت لك غادي نمشي بحالاتي غادي نمشي بحالاتك ما يصير بحالاتك قبل انا مش كتعرفيني ما نعرفك الاخر بيني وبينك يا هادي الا مشيتي دابا بحالاتك باش تعرفي اش منيش كداب اه منيت والله ما كنفهمك اه منيت علاش ما كتفهمينيش حيتاش انا طالباك سيمانه ونقول لك اختي نهار السبت غنوجدوا فيديو غنخول عمرك قلتي لي بحال هكا فيديو شديره كنهضر من نيت الا دابا سنين عمرك قلتي لي هاد الكلمه على اي حاجه كطرا جيتي على قبل فيديو في زبله كتبيها بحال انت عارفاني انا سيمانه وانا كنقول لك اختي كل نهار في واتساب كنفكرك كنقول لك نهار السبت راه غادي نصور واحد الفيديو جدي راسك انت جيتي اليوم ودرتي لي المرض ساعه غير كتقادي فيها المرض هو هادشي كامل اللي درتي ومازال زايده في مازال بلاصتي ما تبردي بلاصتي ما تبردي بلاصتي ما تبردي مازال زايده فيها فاتي انا هاد الفيديو ما بقيتش باغا نصور اختي وسيري بحالاتك من الاحسن نوضي سيري للدار والله سيري بحالاتك صافي هي غير ما قلتي حتى كلمه بسلامه احسن حاجه والله لازم كلشي ديالك عارفه انا الاخره بيني وبينك مني غتمشي بحالاتك دابا صافي سالمه جي نكمل الفيديو انا وياك تقولها تقولي الاخره ولا الاولى لا ما تحتاجي تقولها دويتي وصافي حتى انا دويت يا ستي قلتي غير في شيش واليوم غدار تعال ما كنضحكش معاك سلمى جات لا عصبتي اش عصبتي هنا سلمى صافي ما كنضحكش ما كنضحكش معاك سلمى خليها تمشي بحالاتها قلتي شحال واش انا ما كنبغيش ندير شي حاجه خليها تمشي خليها تمشي خليها تمشي تمشي انا خليها تمشي اش منين انت كتمشيش تمشي واش كتشوفي بغيتي تقول لا ولا غادي نمشي وغادي نمشي بغيتي شحال بلا ما نوض من هنا واش كتسمعي واش سلمى خليها تمشي بحالاتها صافي سير الله يعاونك اجي اختي كنضحك زيد زيد شحال صعيب كنا كنضحكوا معاك ودرنا لك برانك وهذا اول برانك وبصحتك شنو نيجي اختي عمرنا درنا معاك بالطريقه فروت تشالنج ما شكيتيش ما تقولش ما شكيتيش شتي انا كنقول لك ما هضرتي معايا بحال هكا ما شكيتيش تشالنج تشالنج وقفك تشالنج حتى المره اخرى ندير تشالنج ماشي عصبتوني البنات نقدروا نصوروا لكم تشالنج اصلا حيد عيدك دابا انا عصبتي صاحبتي هادي عزيزه عليا وما قدرتش نهضر معاك اختي شي نهار بحال هكا والله انا بلا عصبتي ندير بصح ما كنضحكش مسكينه ما دارت والو والله ما دارت شي حاجه مرجع باش نقول لك قسي قسي ما تبقيتش تهزي عليا يدك فهمتي تبقي مسكينه انا ما بغيتش يوا قولي شي حاجه للكاميرا كيفاش ولا احسن برانك اليوم كيفاش كاين البرانك ديالنا واش درني راسي شافي انا كدرني راسي صغير ها عفوا كي درني راسي صغير دابا تعصبت بلاصه درني راسي حيت ما عندي واش درك راسك حيت تعصبت ومشي عفوا انا كدرني راسي دابا درك راسك دابا درني راسي انا مسامحه قولي لها سمحي لي تسقفي لي مسكه ما عجبك الحرام كنقول او خا ولا كيفاش كتقول لي بحال هكا وانت اصلا انت كعمرك هضرتي معايا بديك الطريقه هادي مع ما زعماش عليها بزاف كنقول ما يمكنش يلا قبل كنتي كتقول حبيبه حبيبه حيت درتي البيبي هير كتقول حبيبه ما كاع عمرك حبيبه يلا اختي كنا دول برانك ديال اليوم واول برانك فلاشين كنتمنوا يعجبكم ان شاء الله باقي غادي لكم بزاف ديال البرانك وبسلام عليكم ان شاء الله فراسكم وما تنساوش تخلوا لينا لايك باي باي